والكابتن حلمص والكابتن حسني وناس محترمه وناس ولاد النادي وناس اشتغلوا معانا. ربنا كرمنا الحمد لله وقدرنا نطلع من اللي احنا فيه. بدانا السنه طبعا اقدر اقول ان احنا بدانا غلط، بدانا صح، ان مجلس الاداره راح جاب 12 لعيب، 12 لعيب طبعا كلهم لعيبه كبيره وكلهم اخواتي طبعا واضافه لاي مكان. بس انا قصدي ان انت عملت مشكله في غرفه الملابس بسبب حتى فلوس اللعيبه. يعني انت اللعيبه اللي شالتك المفروض واللي قعدت النادي السنه اللي فاتت على الاقل لما تيجي تجيب حد ساوي ده بده، ما تجيش تعمل مشكله في اوضه اللبس. طب وانتوا عرفتوا ازاي عقود اللعيبه الجديده؟ لا دي مصر كلها عرفتها طبعا، يعني دي مش محتاجه كلام. الموضوع كان مباح لاي حد يعرف، واحنا لعيبه في النادي وعارفين. دي على فكره ما بتكلمش في رزق يا كابتن. لا انا فاهم، يعني انا فاهم كويس، انا بتكلم على اللعيب ده ربنا يكرمه وياخد اللي هو عايزه فوق ما، يعني ربنا يكرم اي لعيب. انا مش بتكلم والله على رزق حد، ودول زمايلي وربنا يكرمهم ولكلهم. لا انا فاهم كويس انت بتقول، طالما احنا لينا مستحقات متاخره وطالما احنا عندنا مشاكل ماديه واحنا اللي كنا واقفين مع النادي، فمن باب اولى ان انت الاول تخلص الامور الخاصه بينا وتظبط عقودنا وبعدين هات جديد، مفيش مشكله. صح، وده اللي عمل مشكله كمان برضو قبل ال 12 صفقه او ال 11 صفقه، برضو 11 صفقه في يناير كان في فلوس في النادي وراحوا جابوا 11. فانا مش مشكلتي، ما تقوليش النادي الاسماعيلي ما فيهوش فلوس، لا النادي الاسماعيلي بتدخل له فلوس، بتدخل له فلوس كويسه، بس انت ما بتعرفش تدير الفلوس. بتكلم طبعا على الاداره اللي فاتت. انت عملت مشاكل كتيره، فجينا اول السنه على الاقل اللعيبه اللي عندها عروض، اللعيبه الكبيره اللي موجوده، قلنا هنجيب عروض ونتحرك ونطلع. يعني كنت بدايه أنا السنه دي بقى، بدايه السنه دي قعدت مع مجلس الاداره اللي موجود، باشمهندس يحيى والناس اللي كانت موجوده، قلت لهم انا عندي عروض وانا راجل يعني النادي الاسماعيلي، انا حاسس ان انا مش هقدر ادي اكتر من كده. كان بقالك قد ايه ما بتاخدش مستحقات؟ انا نسبه المشاركه بتاعتي ما خدتهاش السنه اللي فاتت، 25% السنه اللي فاتت، السنه اللي فاتت لحد دلوقتي، ودور كامل اهو انا ما خدتش جنيه لحد دلوقتي من مستحقاتي لحد دلوقتي كده. ليا فوق ال 3 وشويه مليون جنيه. انا بقى جاي لحضرتك عشان انا والله قسما بالله انا بايع عربيتي امبارح، قسما بالله دي اول مره اقولها، والله 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 انا بايع عربيتي امبارح بسبب ان انا وصلت المرحله بقالي 8 شهور ما خدتش جنيه في النادي الاسماعيلي. وعلى فكره انا مش طالع النهارده عشان اقول للناس كده فاصعب على الناس، والله العظيم ابدا، انا بحكي مشكله لعيب في الفرقه. انت عندك 30 لعيب او 28 لعيب كده في النادي، خلاص الامور الماديه اللعيبه كتر خيرها، طبعا اللعيبه كتر خيرها ان هي مستحمله وموجودين لحد دلوقتي وبيقاتلوا كل ماتش، كتر خيرهم وربنا يكرمهم ان شاء الله في اللي جاي ويقدروا يطلعوا من اللي هم فيه. عندك التزامات وعندك حاجات ومش قادر توفي طبعا بيه. انا السنه اللي فاتت ما خدتش نسبه المشاركه وما كانش عندي ده يعني في ده مشكله، قلت خلاص يا جماعه انا هجيب عرض ان شاء الله. قعدت مع الناس واتكلمت معاهم. جالك عرض بدايه السنه؟ جالك بدايه السنه جبت من مصر، جبت نادي كبير بلاش اذكر اسمه، يعني مصري المصري تمام. المصري لان احنا كلنا هو كان في عروض كتيره جدا من انديه تانية، بس هم ما كانوش حابين، مش عارف عشان الجمهور ولا عشان زي مين، اكيد زي النادي الاهلي وزي نادي الزمالك. جالك الاهلي بدايه الموسم؟ كلموني. لا ما جاليش بشكل رسمي، بس كان في حد بيتواصل معايا وبيكلمني. بس الناس كانت قافله في حتى رئيس النادي ساعتها انا قعدت معاه. يعني اقول لحضرتك كنت فعلا ما فيش في بيتي جنيه، والله والله ما فيش في بيتي جنيه. انا الكلام ده بيزعلني قوي بصراحه. طبعا يا كابتن انا كلمته على مبلغ يعني ما ينفعش اذكره عشان ده بالنسبه للعيب كوره، انا راجل ليا 800,000 جنيه السنه اللي فاتت وبتكلم معاه في 50,000 جنيه او فوداني اسماعيليه، رحت لحد اسماعيليه وبعد ما وصلت قعد معايا وقال لي اصل امين الصندوق مش موجود، حضرتك هترجع القاهره تاني وهتستنى لتاني يوم. دي حاجه طبعا بسيطه يعني من حاجات اللي حصلت. فرجعت وتاني يوم اداني الفلوس دي. مفيش في البيت فلوس؟ والله العظيم ما كان فعلا في البيت فلوس ولا عندي اي حاجه في بيتي اقدر اعملها. عندك مولود اعتقد صح؟ انا لسه مخلف، انا متجوز بقالي سنتين ومخلف سلي، يعني ربنا ما شاء الله ربنا يبارك لك فيها ويحفظها لك يا رب. بس